شدد شريف إسماعيل رئيس الوزراء على أهمية النهوض بقطاع صناعة الدواء لتلبية احتياجات المواطنين وتحديد جدول زمني، بحيث يمكن اتخاذ خطوات عملية تسهم بشكل فعال في تطوير المنظومة. واستعرض إسماعيل خلال اجتماعه مع وزراء الصحة وقطاع الأعمال تنمية البحث العلمي في هذا المجال وربط الجهات البحثية مع الجهات المعنية بالصناعة لمعرفة نقاط القوة والضعف في قطاع الدواء والتحديات التي يجب العمل على مواجهتها سواء من النواحي الفنية والعلمية. بالعودة إليك سيادة العميد، يعني منظومة الدواء شهدت العديد من الأزمات الكبيرة في الفترة الماضية. برأيك يعني هل حديث رئيس الحكومة بشأن ربط الجهات البحثية مع الجهات المصنعة سيعمل على مواجهة تلك الأزمات وسيعمل على حلها؟ لو ربطنا البحث العلمي بكل الصناعات هتتحل كل مشاكلنا، سواء في الدواء او في صناعه الماكينات او في الطاقه. فاحنا مشكلتنا في يعني اللي بنعاني منها ان في ناس ما اهتمتش قبلنا بالبحث العلمي، عقود عدت بدون بحث علمي، عقود اتحولنا لمستهلك للتكنولوجي والنو هاو وفقدنا ان احنا يبقى عندنا نو هاو. فيا ريت يبقى عندنا بحث علمي في كل مجالاتنا، وهيكون له تاثير في كل المجالات ايجابي باذن الله.